منذ مؤتمر تايبي 2019 أطلقنا صيحة فزع ضد انتهاكات حقوق الإنسان، حيث واجهتنا عديد التحديات أبرزها جائحة كورونا وتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، الحروب والصراعات وتواصل الإفلات من العقاب، قمع وإخماد الثورات العربية، الهجمات الممنهجة على المدافعات والمدافعين، تفشي التطرف والشعبوية. أمام هذه الرهانات أطلقنا صيحة فزع لدعم وحماية المدافعات والمدافعين، بالإضافة إلى التدريب والمنح المؤسسية والعاجلة وملاحظة القضايا وحملات المساندة وبعثات التضامن، أطلقنا ما يزيد عن 50 نداءً عاجلاً، كما وثقنا حملات الشيطنة والترهيب والتضييق. كل ذلك ساهم في إطلاق سراح عدد من المدافعات والمدافعين، منهم نبيل رجب، لجين الهذلول، رامي شعث، وعبد الوهاب الفرساوي. لكن عدداً من زملائنا لا يزال قيد الاعتقال والقمع، والقائمة تطول. للتصدي للإفلات من العقاب، نعمل على كشف الوقائع وتحميل المسؤوليات، من ذلك تقريرنا حول الانتهاكات الجسيمة والجرائم المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا، ونسعى إلى تكفل المحكمة الجنائية الدولية بهذه القضية. رافقنا عدداً من الضحايا للوصول إلى العدالة، وعملنا على ملاحقة الدول والأفراد والشركات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة. ولهذا فتحت المحكمة الجنائية الدولية منذ 2019 تحقيقاً من أجل جرائم الحرب المرتكبة من قبل الاحتلال، وأقرت المحكمة في آذار 2022 أن ولايتها تشمل القدس الشرقية وغزة. نواصل دعواتنا إلى جانب الضحايا أمام القضاء الفرنسي فيما يعرف بقضية جيش الإسلام وقضية نيكسا وأنيسيس وقضية الدباغ، وضد مجموعة فاغنر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. المسار طويل، ولكن حكم القضاء الألماني الصادر في جانفي 2022 والقاضي بالسجن مدى الحياة على أنور رسلان الضابط الاستخباراتي في نظام بشار الأسد يعطينا الكثير من الأمل. لفضح تواطؤ الدول العظمى مع دكتاتوريات المنطقة، مواصلة للعمل الذي بدأته الفيدرالية حول قضية الأسلحة التي تبيعها الدول المصنفة تقليدياً بالديمقراطية إلى الدول السلطوية والظالعة في انتهاكات حقوق الإنسان، وثقنا بيع الأسلحة الفرنسية والأدوات ذات الاستعمال المزدوج للإمارات العربية المتحدة. بناءً على معلوماتنا وتقاريرنا الموثقة، نواصل حملات المناصرة على المستوى الفرنسي والأوروبي والدولي للقضاء على العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين. وضعنا على ذمة المدافعات عن حقوق النساء مسرداً يبسط 60 مفهوماً يتعلق بالعنف الجنسي، ونخوض حملة من أجل المساواة في الميراث في تونس والمغرب والجزائر. لتعزيز الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وثقنا مثلاً أوجه اللامساواة في الوصول إلى الحق في الصحة خلال جائحة كوفيد بتونس. عقدنا مؤتمراً إقليمياً حضره 120 شخصاً لتبادل التجارب في النضال ضد اللامساواة الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية، إيماناً منا بأن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ. إن كل ما استعرضناه وحققناه لم يكن ليكون لولا تضافر جهودنا نحن في الفيدرالية وأنتم روابطنا الثلاثون المتواجدون على الميدان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.